وجهت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة وجهت الشكر للدول العربية والجهات والمنظمات العربية على إسهاماتها في عملية الإنقاذ والإغاثة للمنكوبين جراء الزلزال الذي ضرب المغرب والإعصار الذي اجتاح ليبيا، داعية المجتمع الدولي لتقديم جميع أشكال الدعم الإنساني للتخفيف من الآثار الناجمة. وجه معالي الأمين العام لعقد مؤتمر صحفي لوضع الإعلام بصورة الوضع الإنساني في المناطق المنكوبة والمتضررة وخاصة المملكة المغربية من خلال الزلزال المدمر اللي شهدته، وأيضا دولة ليبيا من خلال العاصفة الكبيرة التي دمرت العديد من المناطق أيضا في ليبيا. وكانت الأمانة العامة أحبت أيضا، طبعا هذا عقد بالتعاون مع اتحاد الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربي، وكان من المهم أيضا أن تشير جامعة الدول العربية إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها ليس فقط لهذه الدول إنما أي دول تحتاجها